قبل بس ما اقفل كلامي مع حضراتكم وبعدين ارجع اتكلم عن الاخبار شويه. من شويه كان كابتن اسامه حسني في الاشبال ومعاه كابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد عبد القادر برضو ده مثال حي ومثال قوي لحاجه اسمها، وانا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، الاستثمار الرياضي والفني بالنسبه للنادي الاهلي. الاستثمار الرياضي زي ما قلت لحضراتكم من الناحيه الماليه، والفني من اللعيب في الملعب. احمد عبد القادر شفتوا حضراتكم بيتكلم ازاي، النضج اللي حصل عفوا النضج اللي حصل لاحمد خلال الفتره اللي فاتت، سواء جوه الملعب او حتى طريقته في الكلام. لما اللي كان بيتفرج على الحلقه لا تحس ان اللعيب ناضج، لعيب عارف يتكلم، لعيب عارف بيقول ايه، لعيب عارف قيمه النادي الاهلي وامل حياته ان هو كان يرجع للنادي الاهلي تاني، وبالفعل رجع. وزي ما شفنا انا متخيل ان احمد عبد القادر ومن بعده عمار حمدي او وعمار، ما هو انا لما كنت بكلم مع امير توفيق، كابتن امير توفيق امبارح مدير التعاقدات في النادي الاهلي، قلت او اتكلمت ان في 5 صفقات. لا احنا عندنا 7 الحقيقه، لكن ال5 صفقات اللي جايين من بره، الصفقتين دول في النادي الاهلي ورجعوا، او النادي الاهلي كان بيوعرهم في اطار الاستثمار الرياضي اللي بيقوم به النادي الاهلي والاستثمار الفني اللي بيقوم به النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا النادي الاهلي مره ثانيه، لانه العين الخبيره شافت ان الاثنين لعيبه دول لازم يرجعوا، لان النادي الاهلي هيستفيد منهم خلال الفتره اللي جايه، كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه. واديكم شفتوا السنه اللي فاتت ان معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في القائمه لعبت، محدش ما لعبش. ال 30 لعيب تقريبا طبعا بنسب مختلفه، ولكن معظم اللعيبه احنا احتاجنا كل اللعيبه. احنا في بعض الاوقات كان عندك بدر بارون مصاب، وايمن اشرف مصاب، ورامي ربيعه مصاب، وسعد سمير مصاب، فلعبت مثلا بياسر ابراهيم وبحد تاني بمحمد هاني لو تفتكر حضرتك في اول السنه حصلت شويه. فعموما لا احنا النادي الاهلي، وامبارح زي ما الاستاذ كابتن امير توفيق قال ان بكده او ب5 صفقات مع رجوع صفقتين من الاعاره احمد عبد القادر وعمار حمدي، الميركاتو الصيفي بالنسبه للنادي الاهلي او الانتقالات الصيفيه بالنسبه للنادي الاهلي انتهت. ومن الممكن، هو لو برضو عشان في كلام بيتردد على حاجات كتيرة اليومين دول، ومن الممكن أن يكون هناك إعارات لبعض اللاعبين. أمير توفيق مدير التعاقدات قال الكلام ده امبارح على الهواء مباشرة لجمهور النادي الأهلي.